أولا أقول بولس أربع لكان الرعي لكل اللي بيعملوا في الرعي حياة أول ما فتت المفرة وشفت الكنيسة هالزينة وهالجمال تحضير للعيد قلت بهالرعية قديش عم تتعامل مع بعض ومع الكاهن ولما أكيد دعاني على احتفال الليلة على جوقة اسمع ترانيم ميلادية قلت نشكر الله على الرعية والنشاط لأنشط ولأنشط فتحية لكم جاد هنا لكل اللي عملوه بالوقف والرعية للجميع. ثاني شيء نحيي أخي أبونا نبيل كان أبونا نبيل شو الناس يارين أخواتي الرهبات وصالة كل أبناء رعية حرفيش وكل الحضور في مش بس من حرفيش عليك الله يبارك جميعا وبشكر جورج شافور على المبادرة يعطيك العافية جورج حي وزانفوري دائما نفرح نسمع صوتكم بمجد ربنا الله يبارك حي تمارا وكل السيدات سعد وحداد سألتهم أسميهم سعد وحداد الله يخليكم يعطيكم ألف عافية بعيد الميلاد البعض بيخبروا شوي انه الله لما خلق الكون لنا سفر التكوين وقال لنصنعنا الانسان على صورتنا كمثالنا انه الله خلق الانسان على صورة مثالنا وبالميلاد الله صار على صورة ومثال الانسان نحن بالميلاد نعيد عيد تجسد ابن الله لما نقول الله تجسد يعني المحبة أتت إلى الأرض السماء عنطت الأرض وأتت وفجرت فجرت يا نبيع محبة لن تنتهي ويا نبيع رحمة لن تجف لما نحن نرتب من 30 الأولى اليوم اللي رتبنا اليوم اللي نقول تريد فيه الجوهر ومرتب هذا الاستعداد للتقدم اليوم العذراء تأتي بعض الناس يقول اليوم ظهرت للمسكون يا رب أكرك بعدين على نهاية المشارع اليوم بكم خلاصي جمال عظيم يشكروا اليوم عملق على خشبة واحد الفصح بنقول اليوم يوم القيامة نحن بتقوصنا الكنسية كلها بنقول اليوم نحن مش عم نعمل عيد ميلاد يسوع مثل ما صار يعني ما يزيد عن 2000 سنة مثل ما نعمل ميلاد لنا وعيد ميلاد ولادنا نحن عم نعيش اليوم حدث تجسد روح الله يعني أنا اليوم أستعد عشان هيك الكنيسة بتشجعنا على ممارسات معينة ونحن تقاليدنا كمان مثلا الطاعة الصوم مساعدة الفقراء رتب صلاة توبة سهرات مثل هذه إلى آخره كلنا سوا نستعد اليوم لحدث تجسد روح الله ما فينا نلاقي المحبة اللي جاي إلا إذا نحن أكثر وأكثر عم نروح صوب المحبة. هذا المجد الآتي إلنا هو مجد إله متواضع جدا. ما فينا نلاقي التواضع إلا بالتواضع. وبابا فرانسيس سنة 8 الشهر هذا اللي مر بكم يوم افتتح سنة يوبيل الرحمة. لأنه أعظم تجلي لمحبة الله، الله محبة تجلي محبته بالرحمة. من الغفران خطايانا لطرفاتنا برحمة متواصلة لا متناهية ولكن أيضا نحن لما نسعد العيد من الله العيد من لقي أن نحن نصبح على مثال الإله المتجسد محبين وأعظم تجلي لمحبتنا هي الغفران والرحمة عشان هيك نشجع بعض نشجع بعض أولا على أن نفتح قلوبنا جسدنا وأذهاننا لمحبة الله ولرحمته ولكن أيضا نكون كرنا نحن أيضا لمحبتنا وخاصة بغفرانها برحمتنا الله كان كريم معنا لدرجة أتى إلينا تخلى عن كل مجد شجع بعضنا البعض نتخلى عن شوية مجد عند إياه وشوية كرامة يا رب مش بمحلنا ونغفر ونلاقي الآخرين إخوتي ما أجمل البلاد لما نرجع بنحب بعض بعرف أنتم بتحبوا بعض لكن حسب ما شفت أنا بغير محلات في شوية هيك تقنين للمحبة
شوية تقديم للنحنة. نشجع بعض على الكرم مثل ما كنتوا كرما بتزيد الكنيسة وخدمتكم للكنيسة، مثل ما كنتوا كرما لما بعتونا لنساعد اخوتنا بسوريا المسيحيين المتضررين. هالمرة المطلوب كرم نفسي وكرم روحي، كرم محبة، كرم غفران. لأنه مثل ما بيقول البابا فرانسيس، عفوا البابا بنديكتوس 2009 كتب رسالة بيقول إنه أسوأ أنواع الفقر هو ليس الفقر المادي، رسالة اسمها المحبة في الحقيقة، بيحكي فيها عن مساعدة الفقراء. ولكن ابن الخاتم بيقول إن أسوأ أنواع الفقر هو ليس الفقر المادي، هو العزلة، عندما أرفض أن أحب ويصعب علي أن أحب. لما برفض حب وانحب. والأم تريزا دي كالكوتا بتقول إنه بالعالم في دول متطورة مثل إسرائيل، مثل أمريكا، مثل أوروبا، ما في حاجة لمساعدة الفقراء، ما في حاجة لدواء ولا لأكل ولا لشرب، الناس مش بحاجة. ولكن في فقر للمحبة، الناس بحاجة، عم بتعيش أكثر وأكثر بعزلة، خوفا من لقاء الآخرين ننسحب وبنسكر حالنا، خوفا من الاحتكاك بالآخرين ننسحب، أو خوفا من الغفران أو رفضا للاقتراب من الآخر نرفض. الله تجرد واقترب منا. فنحن نتشجع ونقترب من بعضنا البعض. أنا بتعرفوا تركت لبنان جيت لهون ما بيقربني حدا، ما عندي حدا. وأنتم عائلتي، أنتم جزء من عائلتي. وأنا بشكركم لأنه دعيتوني، لأنه جزء من العيد عم نقضيه معكم. وبحس إنه أنا بقلب بيتي ومعكم، مش عم بحكي عواطف ولا شعر. عم بحكي حقيقة بيسوع المسيح. كل من ترك أبا أو أما أو إخوة أخوات من أجل اسمي ينال في هذه الدنيا 100 ضعف. أنتم من هالمئة ضعف اللي الله أعطاني إياكم. خلينا إياكم كيف تصلوا لي.